إيناكاهام، هكذا تبدو بساتينها من بعيد. بين هذه الجبال وعبر المنخفضات يرفع فلاحوها التحدي. فهذه النخيل الممشوقة ذات القطوف الدانية تفيد الروايات سابقا أنها لا تصلح بأرض تمنغست، كما الحال تماما بالنسبة لشجرة المانجو هذه، فحباتها المنحنية امتلاء تعكس خصوبة أرضها وجاهزيتها لاحتضان أنواع فلاحية أخرى. من بين الأنواع الموجودة عندنا هنا في المزارع أنواع التمر، نوع أجاز الموجود في نتاع عنصارة، كاين تقربوش، كاين حتى بمخلوف، كاين تناصر، كاين أنواع كثيرة، كاين الضقلة أيضا تصلح وتنتج. أنا عندي صدر نتاع مانجو، فهمت؟ يصلح المانجو تبارك الله، يصلح وينتج، والكرماتاني تنتج، والعنبة والتشينة، كل صدور هنا ينتجوا تبارك الله، كل أشجار المثمرة راه يصلحوا هنا وينتجوا. هنا تلمفلة على مرمى حجر من إيناكاهام بإينا مجل، يخوض الفلاح صالح تجربة أخرى مع البطيخ الأحمر، فعلى حسب المنتوج يصلح هنا كما ونوعا ومذاقا. كما راك تشوف المنطقة هذه رانا دايرين الدليع، والحمد لله عطاني الانتاج لاباس به، وكل عام نتجون، والدلع تاعنا مقل معروف، لأن المشكل اللي رانا نعانوا منه هنا هو بعد الكهرباء. الكهرباء راهي بعيدة علينا ياسر، هي اللي نعانوا منها بقوة. كم كيلومتر جبت الكهرباء؟ حوالي 2 كيلومتر من 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 آخر نقطتين عندنا هنايا رانا ساحبين الكهرباء. الأرض راهي تعطي كلش، فهمت؟ البرنامج نتاعنا العام الجاي إن شاء الله نديروا القمح ونديروا الميز ونديروا الشعير. بصح كاينه حاجه تريسيتي، المشكل كان البلايص اللي ما لحقتهمش تريسيتي. المحاصيل الاستراتيجيه هو المخطط القادم لفلاحي إيناكاهام، منطقه فلاحيه بامتياز يساهم فلاحوها في الاكتفاء الذاتي للمنطقه وربما خارجها في حال توفر الامكانيات اللازمه.